فيما يخص كاس الخليج سعادة رئيس مجلس الأمة، قصة كاس الخليج واستضافته للكويت. انا كاس الخليج، شوف اللي قلت اليوم في مجلس الأمة، قلت يعني ان انا متفائل وان شاء الله نسمع اخبار طيبة وسعيدة، لكن ما استطيع ان اقوله في هذا المقام في هذا الوقت الان، انه ابتداء من رغبة حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه، وايضا كل اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون بمشاركة الكويت في فرحتها، كان هناك رغبة بان تقام دورة الخليج في الكويت بمشاركة كل الفرق، وهناك جهود ايضا حثيثة وكبيرة، واعتقد تتفق معي اخوي نادر، ليس كل ما يعرف يقال والا تتعطل النتائج، لكن ما استطيع ان اقوله وخرج الى العلن، يمكن كان في تصريح من الاخ تركي الشيخ رئيس المؤسسه العامه للشباب والرياضه في المملكه العربيه السعوديه الشقيقه بانه كان هناك اتصال بيني وبينه، وانا اكد هذا الامر، كلمني الاخ تركي واكد لي بانه بناء على توجيه من صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بأنه إذا أقيمت دورة الخليج في دورة الكويت فإن المملكة العربية السعودية ستشارك، وهذا أمر يسعدنا ويفرحنا ويشرفنا بلا شك. وأيضا كان هناك أيضا عدة اتصالات ومراسلات مع الأخوة في دولة قطر، وأستطيع أن أؤكد بأن دولة قطر وافقت على نقل البطولة إلى دولة الكويت، وهذا أيضا أمر يسعدنا ويفرحنا ويشرفنا، ونحن نتمنى إن شاء الله أن يجتمع كل الأشقاء على أرض الكويت في دورة الخليج. هذا حلم يعني مو بس لنا ككويتيين، لكل شعوب المنطقة، وهذا كرم من الأشقاء بأن يضعوا مرتبة الكويت وعلى رأس حضرة صاحب السمو في مقدمة أولوياتهم، ويتسابقون لتقديم الدعم والعون والمساندة لأن تقام هذه الدورة. الأخوة المعنيين يعني احنا اتصالاتنا يمكن مو بس بمناصبنا السياسية، انما ايضا كرياضيين قبل ان نكون سياسيين، نريد ان نقدم للشعب الكويتي شيء يفرحه، وأشقائنا في المنطقة حريصين على هذا الأمر، فلهم كل الشكر والتقدير. ما أقدر أقول لك أن هذا الآن أصبح واقع مؤكد، لكن أقدر أقول لك أن هناك جهود يعني حثيثة لتحقيق هذا الحلم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المعنيين، هم الآن قاعد يقومون بهذا الأمر وبهذا العمل، وبتعاون وتضافر جهود الجميع إن شاء الله تقام بطولة الخليج في وقتها. قد يتساءل البعض ان الوقت ضيق، المده الزمنيه ضيقه وكذا، انا اعتقد بهمه الشباب الكويتي اللي مثلك شرواك يا نادر، طيب يا يعني نستطيع ان نقوم بالمستحيل، ونجاح البطوله ليس في تحقيق نتائج رياضيه للمنتخب، نحن نعرف ان منتخبنا غير جاهز بالفتره الحاليه، لكن في نفس الوقت على يقين ومتأكدين بأنهم رجال في الملعب، لكن مو هذا هو الهدف، الهدف مو فقط الفوز في دورة الخليج، الهدف هو أن يجتمع كل الأشقاء على هذه الأرض المباركة، أرض السلام، أرض المحبة، تحت راية سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد. آمين. هذا كل ما أستطيع أن أقوله في ما يخص دورة بطولة كأس الخليج، وإن شاء الله بأمل كبير جدا أنها ستقام على أرض الكويت. سعادة رئيس مجلس الأمة، سؤال جاوبتك يعني أول عشان لا تقول لي ما جاوبت، لا جاوبتني جاوبتك بصراحتك المعهودة.